تسوس جانبي. هذا التسوس الجانبي من نريد نحط الحشوة هنا الجيب راح يدب دم، من يلتهب هذا مكان اللثة، من يلتهب راح يدب دم. خليط الدم مع الحشوة اللي احنا راح نحطها الجانبية اللي تكون بهذا المكان، هذا الخليط ما راح يثبت اي حشوة. فشوفوا شلون راح يتعارض شغلنا يعني ويا التهاب اللثة. من اكو التهاب لثة خلاص الحشوة معناها ما راح تبقى بالسن، ما راح مستقبلا ما راح تبقى آهلة للسقوط، راح توقع بسبب انه خلال عملية وضع الحشوة انه راح تصير خليط ويا الدم اللي طلع من التهاب اللثة. فبهيك حالة ضروري استخدام الخيط، هذا خيط، خيط أسنان موجود بالأسواق بالصيدليات. إذا ضمنت يعني بالسبوع حتى لو مرتين.